طلعت الشمس والحسين يسير، واذا واحد من الرجال يقول الله اكبر، قال الحسين الله اكبر لما كبرت؟ قال رايت النخل يا ابن رسول الله، رايت حين هوى. فقام الحسين في ركابه ومن معه ايضا قاموا في الركاب ينظرون، وبعد قليل قال لهم الحسين ما الذي ترون؟ اترون نخلا؟ قالوا لا يا ابن رسول الله، نرى اذان الخيل، نرى لمعان اسله الرماح، نرى الرايات والاعلام كانها اجنحه النسور. يا ابن رسول الله هذا جيش. فقال الحسين جنبوا الطريق، ان ننزلوا عن الطريق حتى يجتازوا. نزلوا عن الطريق واذا بالجيش قد عدل عليهم، تبين الجيش قاصد بهم. فقال الحسين ما لهذا الجيش قد قصد الينا؟ جنبوا الطريق، جنبوا الطريق، عدل الجيش عليهم. فقال لاصحاب هذا الجيش قاصد امام الملجا، احنا كلنا وهذا جيش كثير امام الملجا، قال له واحد من اصحابه بلى سيدي هذان جبلا اجا وسلم، ان ادركتهما قبل الجيش كنت في حصن حصين. فاحنا الحسين امر بان تعدل ضعينك على هذين الجبلين ليجعلهما له كهفا. فصار الحسين ومن معه يتسابقون مع الجيش، ايضا الجيش يسابقهم يريد يوصل الجبال قبلهم. فهنا امر الحسين ان تؤخذ النياق باسنه الرماح، عم يلتفت واخذ الجبال باسنه الرماح، ففتحت يديها ورجليها وعليها نسوان في المحامل، وبهذا الشكل من الركض اخذت المحامل تتفق مع بعضها بعض، وقامت الضجه من النسوان. لكن الحسين ادرك الجبال قبل الجيش، فامر ان تحط الاذعان وتجرد هو ورجال لنقابل الجيش، واذا هو الحر بن يزيد الرياح. اختصارا سلم عن الحسين، قال اين تقصد يا حر؟ قال قصدي اليك. لماذا امرت ان اجعجع بك حتى ادخلك الكوفه؟ قال لماذا؟ قال تبايع ابن زياد ليزيد بن معاويه. فقال انا ما اتيت حتى اتتني كتبكم. قال لا اعرف من كتب اليك، ولا اعرف الا بيعه الامير يزيد بن معاويه. قال ويلك يا حر، اتكرهني؟ سكلتك امك؟ فتفعت عن حر، قال يا حسين لولا ان امك الزهراء لما تركتها من السكر، لكن مالي ولامك، امك الزهراء ما اتعرض لها، ولكن والله لا ادعك. قال الحسين والله لا اتبعك. فاخترق السلطان وتضاربا على رؤوس الفرسي الفرسين. الحسين يضرب راس فرس الحر يريد يرجع ويخلي له الطريق، والحر يضرب وجه فرس الحسين بسوفه. عباس واقف لما راى الحسين والحر يتضاربان بالسياف جرد سيفه، فجرد من مع الحسين السيوف. فلما راى الجيش ان رجال الحسين جردوا للسيوف، جردوا الف سيف في ذلك الوقت، وشب الضرب لمعان السيوف. زينب جالسه في خيمتها وين تشوف لمعان السيوف، والرجال كانها الظهور على ظهور الخيل تتاهب للحمله. صاحت عباس، راح الحسين ادرك زينب يا عباس،
الحر لما راى الموقف خطر قال لي يا ابا عبد الله انطيني نفسه، خذ لك طريق لا تدخلك الكوفه ولا تعود بك الى المدينه. الين اردت كتاب للامير ويرجع جوابه. فالحسين حيث خوف النساء وضجيج النساء ايضا قبل هذا الحرب، وامر ان تساق الاضعان. في لحظات ركبوا النساء على ظهور الجمال، وتهيات الضعينه اوعد الحسين للعباس ان يلازم الاقدامه. وكذلك على الاكبر قال خلي زمان ناقه امك القلصه ويا غيرها، وصير ويا عمتك زينب. جسام صير ويا عمتك زينب لا تخاف، صيروا من حولها. وتقدم لحسين قدام الضعينه وقال له اضطرب معكم في المؤخره وسمع النسوان فوت حقك حتى شويه تقر قلوبهم. ومشت الضعينه وصوت الطرمع بذاك الصوت البدوي، يا ناقتي لا تجزعي من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر. فرضة النوم ما قروبة سمعت الصوت الحلو قامت النياح فرضانه، فأخذت توسع في خطواتها. المشي توجب تمايل المحامل على ظهور النياح زينب بالموت انتبهت واذا المحمل يتمايل بها. صاحت عباس ردت لك في العين شديد العزم والبعض. يا عمي بيتين بيتين ثلاثة شمر رزانك والزين الهادى كل يا عين عين مصيبة شيء ما ظنت نرجع دولتنا المدينة. قال يا زينب عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يخفي ما تذلي. لو تنجل جمعتهم ويا العراق لبري جمع جمعهم وانا من ضعينة لا ولا ايدش في قلبك الخاف ما يهولي طعن الرماع ضرب للسيوف. بس اسأل ابن الله يسلم لي نحمل على العسكر وذكرهم بطولة. قالت عرفات يا عديل الروح وافق قطع الزمد هذا الذي منه مخاف اليوم ابن ما ادريش اللي اوقف والله عساك اجان يا الوالي سبيل.
وحلت دموع العين من حاجم ضعفها. عباس قايد عين ويحديها الترمى بهالحاله يصيح الزياخ رجل.